Donc, شنو تنقصدو بلا توتوميري؟ C'est la transformation d'un groupe fonctionnel en un autre par déplacement, migration facile, etc. مهم. نحاول نشرح لكم الشيما شنو كنقصدو بالتوتوميري. هاد التوتو كنعنيو بها انه كاينه واحد لا ترانسفورماسيون، كاينه واحد العلاقه، إليا اون غولاسيون، يعني يمكن لي ندير واحد العمليه وندوز من كومبوزي ا كومبوزي بي. اند لي مي جيف يو ان اكزامبل. الا خدينا سي بيان سور، هذا كلشي كيعرفو. الا جينا نديرو ليه النومونكلاتور ديالو، دونك 1 2 3، دونك في النومونكلاتور ديالو سا فا نو دوني لو برو بروبان، اي عندي la fonction c'est en gnf2 donc c'est le propane de ohm. غادي نقارنوه ونشوفو. دونك تخيلوا دابا في ليكزامان تحط لكم هاد لو كومبوزي نسميوه لو كومبوزي ا مع ان اوتر كومبوزي سي اش 3 CH2 CO H. دونك واش كاينه واحد العلاقه ما بين هاد الجوج؟ هذا الا جينا نسميوه دونك سافا نو دوني 1 2 3. دونك كاين اللي غيسولني بعدا واحد الملاحظه، علاش انا عطينا ان الكربون اللي فيه الدوبليزون هنا ما عطيناهاش؟ لان تو سامبلومون ما يمكنش نبدا من لهنايا، لان هذا جايني في الليميت، جايني في ليكستريميتي، في الطرف. فاش كيكون جاي الوسط هذه كتسمى فونكسيون سيتون، بار كونتر هذه كتسمى فونكسيون، هذا الخطا كيوقعوا فيه بزاف ديال الطلبه، هذا كيتسمى فونكسيون الديد. الالديد الكربون ديالو تنحسبو في النومونكلاتور، الكربون ديال الالديد تيتحسب، بار كونتر تي تنعطيه لانديس لو، يعني تناخدو اون كونسيديراسيون تنعطيه لانديس لو بلو با. هنايا ما يمكنش، الا جيت حسبت هنايا واحد جوج غادي نتخربق، واش غنسمي هذا ميتيل ولا شنو غندير؟ دونك هادشي علاش ما عمركم ما تلقاو سيتون في ان، نو بو جامي تروفي ان سيتون اللي في ان، ما كاينش شي حاجه بروبان ان اون، ولا ما يمكنش تلقاو ديما سيتون اصغر رقم ممكن يحصل عليه السيتون هو الان، الان فما فوق. سي بيان، ماشي هذا دابا هو موضوعنا. موضوعنا هو نحاولوا نلقاو واحد العلاقه ما بين هاد جوج، واش كاين، واش نقدر ندير واحد العملية اللي نتحول بها من هنا لهنا. voilà est-ce que je peux trouver une méthode avec laquelle نقدر نتحول من هذا لهذا؟ bien sûr la réponse est non. donc بما انها نو فما يمكنش هنا نهضر على لا توتوميري. et pour cette raison باش ندوي على لا توتوميري ضروري خصي يتحقق ليا واحد الشرط اللي هو اساسي ورئيسي. شنو هو هذا الشرط اللي ضروري خصو يتحقق ليا؟ اي بان سي تو سامبلومون الا قال لي ديتيرميني لو تيب ديال لي زوميري ايسي، غادي نقول له ايزومير دو دو ايزومير دو فونكسيون. اوكي دونك سو سون دو ايزومير دو فونكسيون سلاين بي، يعني هادو ما داخلينش في لا توتوميري. لا توتوميري ديالنا ونعاود ننبه انها جد جد مهمه، بارمي لي كاز اكسيبسيونيل اللي كيتحطوا بزاف في لي كونكور في لي زيكزاما. لا توتوميري ديالنا سكي نو زانتيريس فيها هي انه خاص يتحقق ليا واحد العلاقه. دونك الا لقيت مثلا سي او هنا سي اش 3 باغ اكزومبل، وندوز للكومبوزي الثاني. دونك معليش ندير سهم باش حنا نشوفو واش كاينه فريمون اون غولاسيون او نات. دونك غادي نشوف هنا سي او اش، ونجي هنا مثلا ندير دوبليزون سي اش 2 وهنايا سي اش 3. اسكي ليا اون غولاسيون، واش ممكن ندير شي عمليه لهذا ونتحول لهذا؟ يعني واش ممكن نلقى اون رياكسيون شيميك؟
Eh bien, la réponse est oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je remarque ici? Had la liaison l'hamra bhal l'intaqlat liya l'hana. Ok? Bhal déplace. Il y a un déplacement de la double liaison. Et en même temps, il agit sur un simplifié. Donc, CH2, on dirait un واحد الاش with another color. دونك هنا الى لقيت مثلا اش كنلاحظ كليرمون انه الاش شونج ليا لا بوزيسيون ديالو. اوكي دونك كان عندي سي اش 3 ولات عندي هنا سي اش 2. سولا في دير كل اش الزرق مشى لصق حدا الاكسجين. دونك كنلاحظوا انه وقعت ليا اون ميغراسيون ديالاش وقعت ليا اون ميغراسيون ديال من ديال الهيدروجين. دونك تلاحظ انه وقعت ليا اون ميغراسيون ديال الهيدروجين مشى ليا حتى الاكسجين. وكنلاحظ انه وقعت ليا اون ميغراسيون ديال لا دوبل ليزون يعني جوج ديال لي ميغراسيون. دونك سكي مونتر كيل يا اون ريلاسيون. هاد لا ريلاسيون هي سكون ابيل اون شيمي بلا رياكسيون التفاعل الكيميائي. شنو هو التفاعل الكيميائي؟ هو روابط كيتهرسوا وروابط كيتبناو. فشنو كنلاحظ هنايا؟ انني هرست واحد لا ليزون ما بين سي و اش وبنيت واحد لا ليزون ما بين او اش. هرست واحد لا ليزون ما بين سي و او وبنيت واحد لا ليزون ما بين سي سي و سي. اي دونك il y a une relation. هاد لا ريلاسيون غتعطيني ان ايكيليبر كيما لي زيكيليبر اللي شفنا اسيدو بازيك لي زيكيليبر شيميك لي زيكيليبر اوكسريد. دونك il y a ici un équilibre. داكوغ دونك غادي نحاول نعاود نرسم هاد ليكيليبر مزيان باش نيت نهضروا عليه ونفصلوا فيه. هادي هي اللي كتسمى هاد ليكيليبر واللي كيتسمى بلا توتو ميري. Donc il a dit quelle est la relation entre ces deux. Donc il dit ce sont deux يعني في هذه الحاله كنكتشفوا انه ما عندناش غير ثلاثه الانواع ديال لي زوميري ولكن عندنا في الحقيقه اربعه يعني ثلاثه وكا اكسبسيونيل. دونك هادو كنقولوا انهم سون دو توتو توتومير. دونك هاد لو كا اكسبسيونيل ديالنا سي ان كا اكسبسيونيل بيان سور هما ايزومير دو فونكسيون. ولكن الا سولكم البروف راه فتوقعوا انه ما كيتسناش منكم تقولوا له ايزومير دو فونكسيون. راه كيتسنى منكم تقولوا ليه كيتسنى منكم تقولوا ليه توتومير. فوالا هذا هو سكي نوز انتريس حنا خصهم يتسماو توتومير باسكو إليا اون ريلاسيون يعني إليا اون رياكسيون شيميك اونتر سي دو. شنو هي هاد لا رياكسيون شيميك اونتر سي دو كومبوزي؟ دونك ايسي نوز افون ان كومبوزي كي سابيل سيتون. Donc, comme on a une fonction cétone. Et par contre, ici, vous avez une fonction alcène ou une fonction OH, ce qui va nous donner énol. Donc, il y a eu le même énol. Et bien, c'est tout simplement la nomenclature. Donc, à l'ingénieur, à l'indir 1, à l'indice le plus bas, la double liaison, la fonction OH. Donc, 1, 2, 3, ça va nous donner donc 3 carbones, ça va me donner la nomenclature propre. Et après, on dit une double liaison la position 2. 2, N. Voilà. Je peux dire. Mais chiffre 2, on a la double liaison. N 9, 1, pardon. Donc c'est le propre 1 n la fonction OH les 9 2. Donc à l'insil là on va dire n 2 all. Ok voilà. Donc il y a la nomenclature mais là on a la jette nade. Donc d'abord je vais vous donner la jette nade. Donc c'est un équilibre entre une fonction cétone et une fonction énol. Et eh bien cet équilibre s'appelle l'équilibre céto-énolique. Donc là, je vais vous développer. Je vais vous donner le nom de céto. Céto-énolique. Donc c'est un équilibre. Céto-énolique. Oui, Nia. C'est quoi cet énol ou l'alcool? Oui, l'alcool. وي داكو على سمينا انون لان كاينه ان من لا دوبليزون.
لا دابا واش دابا زعما الا لقينا السيتون ولا الكول راه عندنا توتوميري زعما وخاصنا نو نعرفها غير بحال ماشي هكا غير ولا الكول ضروري. والسيكور، خص تكون تلا دوبليزا، تكون علاقة. داكوغ سي تري انتريسون تكون واحد لا ريلاسيون. اوكي تكون عندك ان ترانسفورماسيون. J'ai pas bien compris de ton air. اوكي انا غادي نعاود نشرحها مزيان. راه بالعاني دابا عطيتكم جوج ديال الامثله غير باش يبان لكم الفرق، امتى كنقولوا طوطوميغي وامتى ما كنقولوهاش. دونك هنا غادي نحاول ندير واحد ليكسبليكاسيون